ايه؟ بتقول ايه؟ طارق اصحى يا طارق، طارق اصحى يا طارق، المجموعة بتتهاجم يا طارق، اصحى حجز ونتحرك على طول لعمل بيه. يلا ورايا، يلا روح على هناك. يا شريف اصحى شريف وفوق، جهز حملة وحصاني على مجموعة دي فورا. عشان ينفذوا لنا طلباتنا وترجع البنت. بلاش يلا يلا يا غنيم. زعلتني. يلا ردنا عليها. بعد كده مشيوا وفضلنا مستعدين بس محدش فيهم رجع. الله، تفتكر عملوا كده ليه يا طارق؟ مش عارف اعمل بيه. شكلهم كده كانوا بيعملوا تمويه. لفتوا نظرنا هنا عشان يعملوا حاجه في حته تانيه. اكيد يا فندم. تكلم مين يا طارق؟ بكلم نورهان. نورهان ليه يا طارق؟ انت قلقان من حاجه؟ نورهان ما بتردش مع ان احنا سايبينها صحي. يبقى اكيد كان التمويه عشان يعملوا عمليه عندك في الفيلا عامل بيه. شريف حصلني بقوات على فيلا عامل بيه فوق. تعالى يا فندم يلا يا ابني. يعني هتفتح المكتب من بكره؟ باذن الله. وهسميه اكرم ماكنتوش. وبعد كام سنه يبقى شركه كبيره قوي. جدع يا اكرم. وانا حاسه والله ان ربنا هيكرمك. هيكرمنا مع بعض يا ميرفت. بس لازم تكوني جنبي ساعه الافتتاح. ما دام صدقت تبقى تستحقها. ويلا بينا بقى عشان تروحني، عشان ابقى معاك من بدري. بجد؟ يا روح قلبي. يلا. بجد؟ راكن فين؟ هناك اهو. طب يلا بينا. لا يا حبيبتي. الدنيا برد عليكي. انت خليكي هنا والعربية هتجيلك لحد عندي. تنزلي زي البرنسيسة. لا لا لا، أنا مش واخدة على الحناية الجامدة دي. من هنا ورايح هتشوفي حنيتي بجد. طب يا سيدي لما نشوف. ثواني وهرجع لك. على فكرة ها، أنت هتوحشيني في الكام ثانية دول. بطل نحنحة بقى ويلا روح جيب العربية الجو برد. مش بتنحنح والله.
ايه؟ الو ايوه انا فتح الزيت. ايه؟ اكرم فين؟ تعالي مستشفى. طيب طيب انا جاي حالك. مصدقة ان انا اخيرا اقنعتك. ايه ده؟ فتحي طمن عليا، ما هو عارف ان انا مسافر دلوقتي. ثانية واحدة. يا فتحي. ايوه انت بقولك ايه؟ انت فين؟ في المطار. ايه؟ سيب كل حاجه دلوقتي وارجع. ارجع اتربى وروح لاكرم في مستشفى الهرم دلوقتي حالا. عملها اسرج للكلب. لا انا مش هينفع اروح عشان القدر انا في المزرعه محاصر. ها ما تقلقش عليا، المهم تروح لاكرم وتطمن عليه. يلا خلاص حاضر، هروح واطمن عليه. المهم انت بس يا فتحي خلي بالك على نفسك. مع السلامه. تروح فين ولمين ماهر؟ احنا خلاص قربنا نوصل للمطار، وبعدين احنا مش اتفقنا ان احنا ننسى كل حاجه عشان نعرف نكمل مع بعض؟ ولا انت خلاص بقيت غاوي تروح للخطر والموت برجليك؟ حتى لو هموت يا ليلى، حتى لو هموت انا مصيري خلاص ارتبط بمصير الناس دي. ما ينفعش اسيبهم ابدا، ما ينفعش. وانا يا ماهر you
اخلعوه. ايوه كبير، اعرف فتح الغندور واللي معاه.